بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان ولا عدوان إلا على أهل العدوان. نأخذ سورة أخرى فيما في هذا المضمار. قل ربي سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب آية 54، قبل ما ننسى، عنا في الفرقان الأربع مراحل، آية 1، آية 7، آية 51، وآية 56. تو ننتقل إلى الأحزاب آية 45. يا أيها النبي، ما شاء الله، يا أيها النبي، قلوا شيء محمد، قالوا يا أيها النبي، لأن محمد ربما جوز على أن تطلق على كثير من الناس، ولو يا نادرة فكالعادة ذاك. قبل ما يأتي محمد عليه السلام وتم نصر ربي له ولمن آمن به، وهنيئا لنا بذلك الإيمان. أما قالوا يا أيها النبي، لا شيء، حدد اللي أراه نبي، أحببت أم كرهت، قبلت أم رفضت. أيها النبي، الله سيد من المطلق، يخاطب حبه الأول في المطلق. يا أيها النبي، وشكون مش يتفنن في فهم القرآن إلا أهل الرحمن. يا أيها النبي، إنا دائما هك إنا، سلام، يا سلام، راه الله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ويخبرنا بأن، ويخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام كقائد، هو متقدم علينا. إن يا أيها النبي، إن أرسلناك، يعني رسالة تمت، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، واللي مش يخاصمنا في موقفنا من الرسالة ملا أحمق، يحب قطع طرقته، أما بلسان لعنته، طرد من رحمة الرحمن، ومطرود من الكلية بريسك. وهلا ضربة أخرى، ما يعرف إلا ربي متى ستكون وكيف ستكون على حساب الأنذال المناكير. ربي يقول يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شهادة المولى تليها شهادة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على المكذبين، وفي مقدمتهم اليهود الأغبياء المنافقين المفسدين بالأرض، ويليهم أهل قريش ومن سار على دربهم الفاسد. وأنا ما أحفاد القرشيين الكرب الملعونين إلا من رحم ربنا. يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثلاث أشياء، ثلاث أبسط. يا سلام، وضيف إلى الوصف الآخر سراج منير، أضاء لنا ربنا سبحانه وتعالى بكلامه العزيز قرآن وحديث قدسية وبرسوله الكريم عليه الصلاة والتسليم، فتمتعنا بهذه الإنارة الربانية المحمدية. والسلام.